مساء الخير، عايزة أعمل النهاردة بطاقة جميلة بمناسبة رأس السنة، بطاقات معايدة زي كده تكون عليها شخصيات لطيفة للأطفال. تفتح بابا نويل خارج وداخل من المدفأة. عايزة أعمل الشخصية دي أو البطاقة دي، إن أنا مش بس أعمل البطاقة في حد ذاتها، أنا بستغل المناسبة وأقدم حركة من حركات البوب أب علشان تتعلميها وتستغليها في بطاقات بعد كده، أو تستغليها في عمل قصة بالفرض إنك عايزة تعملي حيوانات أو داخل وخارج من بيته أو ما إلى ذلك. تقدري تستخدمي نفس الآلية ونفس الأسلوب، وأنا قدمته النهاردة في شكل بطاقة فيها شخصية من الشخصيات المحببة. نشوف دلوقتي طريقة التصنيع. البطاقة، البطاقة دي فيها مشهد في الوسط متحرك، بابا نويل بيطلع من مدخنه، بيطلع وبينزل ورافع ايديه لفوق. الفكرة مش اني اعمل شخصية بابا نويل في حد ذاتها، لا، انا عايزة استغل المشهد، والسنة الجديدة طبعا، وبقول كل سنة وانتم طيبين، لكن تصميم المشهد في حد ذاته علشان توظفيه في حاجات تانية، في قصص، في مشاهد. افرضي ان انت عايزة تعملي كائن بيدخل ويخرج من بيته او ما الى ذلك. الفكرة انه ان احنا بنستغل السنة الجديدة وبنقدم شخصيات جميلة ومحببة لينا كلنا، علشان اقدم التكنيك او آلية عمل احد آليات البوب اب علشان استغلها في تصميم القصص بعد كده. نشوف ازاي اعمل كارت زي كده. احتاج قطعة من الورق وشخصية بابا نويل، وقطعة من الورق الاخرى طولها حوالي 10 سنتي في 15 سنتي مقسومة من الوسط، وتانية اطرافها علشان تشكل لي المدخل. اول شيء بعمله، بعمل الكارت بتاعي. دايما احنا عارفين ان مسألة الوسط دي عندنا مهمة جدا. هذا الكارت وهذا المدخنة. اهم 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 شيء الشخصية، انا قصتها من على الانترنت، كتبت على الانترنت سانتا كلوس، فطلعت لي سانتا كلوس كرتون، طلعت لي الشخصيات. اخترت الشخصية دي، جيت من الاسفل ما قصيتهاش علشان هعمل عليها الثنايات. هبدأ اتني الشخصية دي من الوسط، وطبعا لو قصتيها على ورق اقوى من اللي انا عاملاه ده شوية هيكون افضل، وخصوصا ان لو علشان تتحكمي في الورق. ثنيته كويس جدا من الوسط. الثنايات هي اللي هتعمل الحركة على فكرة. المسطرة والقلم الرصاص، وهبدأ أعمل. شوفي هنا الوسط بتاعه، خلينا ننزل تحت الحزام الأسود بتاعه ده شوية، وهعمل V، حرف V. الحزام هنا اهو، هعمل حرف V للأسفل بالشكل ده، وانزلي سنتي او سنتي ونص، واعملي خط كمان كويس. وهبدأ اعمل عملية ثانية. اتفقنا ان الثنيات مهمة. عايزاه يبقى كده بالشكل ده، واضغط هنا كده، وابدأ احركه علشان يتحرك معايا انا، علشان هي دي الحركة اللي انا عايزاها، يروح ويجي معايا كده. هاجي من الخلف، وهاجي من هنا. شوف الاقدام بتاعته فين، وفي عامله حرف V من ورا من الاسفل،
هاجي عامله تطلع لي بالشكل ده كده كويس، علشان تديني السبعات دي، خليني اعلمها بالقلم علشان تبان لك، لان هي دي اللي هتعمل لك الحركه، بغيرها ابدا مش هتحصل الحركه. شايفه عملت مثلث صغير، هعمل كده زي ما كنا بنعمل في قصص المشاهد المتتاليه، وهعمل كده واعمل كده كمان عشان اوصل لده، عشان عايزه اوقفه كده بالشكل ده. هبدا امسك الكارت، اجيب الصمغ، احط صمغ هنا، صمغ هنا، صمغ بسيط جدا، وهاجي على الكارت بتاعي، انضبطت الحركه، ببدا احط البدخان. جميلة جدا ولطيفة وهتعجب الأطفال. لو تعمليها بقى كائن حي بيدخل بيخرج من بيته، مهرج ماسك بالون، هبدأ أزينه. أبدأ أحط شوية نجوم أو نود في تلج. من الخارج نحاول نظبط المدخنة شوية، صورة البابا نويل. مجموعة من النجوم ايضا. اصبح عندي بطاقة لطيفة من الخارج ومن الداخل. انتهيت من عمل بطاقة المعايدة، بطاقة بتحمل شخصية بابا نويل، حرف V في الوسط بيحرك البطاقة، تعتمد على مجموعة من الثنايات، لو عملت الثنايات كويس وثبتيها صح في وسط الصفحة هيطلع معاك المشهد ممتاز، تقدر تستغليها في أشياء كتيرة جدا وخصوصا في القصص اللي بننفذها للأطفال. إذا عجبتكم الحلقة اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم.